عليكم. حلقتنا اليوم عن موضوع لماذا تتراكم الدهون في البطن أو حول البطن. بالنسبة للدهون التي توجد حول البطن توجد في مكانين، كلاهما يختلف عن الآخر، إما أن تكون دهون أو شحوم حشوية، معنى هذا أنها توجد تحت العضلات على الأنسجة الحشوية على الأعضاء الداخلية، وهذه طبعا خطرة وأكثر خطورة بسبب أنها تتحرك هرمونيا بشكل مختلف ولها أثر على القلب وعلى صحة القلب وصحة الشرايين، وأيضا لها أثر سلبي على الأعضاء الداخلية. وهناك دهون أو شحوم تتراكم حول البطن تحت الجلد مباشرة. عندما ننظر للأشخاص ونرى تمدد البطن إلى الخارج لا تستطيع أن تتعرف على هل يعاني من دهون حشوية أم دهون تحت الجلد. فقط في الأشعة تستطيع أن تتعرف على أين موضع الدهون تحت في البطن أو حول الوسط. هناك عدة أسباب لماذا تتراكم الدهون حول الوسط. السبب الأول الضغط النفسي، وسنتكلم عن دور الضغط النفسي في تخزين الدهون، خصوصا تلك الدهون التي توجد فوق الأحشاء مباشرة، دهون الحشوية أو شحوم الحشوية. الضغط النفسي يقوم بهذا الصنف من الدهون. من أسباب أيضا زيادة حجم الدهون حول الوسط تناول الدهون المتحولة بشكل كبير، وهذه الدهون المتحولة تأتي على شكل المقليات من الطعام، على شكل أحيانا المخبوزات من الطعام التي يصاحبها استخدام هذه الدهون المتحولة. الدهون المتحولة ترفع معدل الالتهاب في الجسم، إذا رفعت معدل الالتهاب في الجسم تسبب السمنة، إذا رفعت معدل الالتهاب في الجسم ترتفع كمية الدهون التي تخزن في الجسم، وخصوصا الدهون التي توجد في الوسط في وسط الجسم. من الأسباب التي تسبب الالتهاب تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على قدر كبير من المواد الكيميائية وترفع معدل الالتهاب في الجسم، ويصاحب ارتفاع معدل الالتهاب في الجسم زيادة في الوزن وخصوصا الوزن حول الوسط. قلة النوم، تظهر الأبحاث أن انخفاض معدل النوم الطبيعي عند الإنسان يصاحبه زيادة في الوزن، وقلة النوم ترفع هرمون يسمى الجريلين، هذا الهرمون يفتح الشهية وأيضا يحسن من طعم المواد السكرية، ولهذا من يحرم من النوم يشتهي المواد ذات السعرات الحرارية المرتفعة خصوصا السكريات. بالنسبة للضغط النفسي، يساهم الضغط النفسي بتكوين الدهون حول الوسط. السبب هو عندما نعاني من الضغط النفسي جسم الإنسان لا يستطيع أن يفرق بين الضغوط طويلة الأمد وضغوط قصيرة الأمد. كل الضغوط التي واجهتها الكائنات ومن ضمنها الإنسان كانت ضغوط قصيرة المدى، الآن تم استبدال هذه الضغوط قصيرة الأمد بضغوط طويلة الأمد، محاولة منا للحصول على شهادة نحتاج إلى سنوات من الدراسة وضغوط مستمرة، ما كان هذا الأمر موجود. العمل نحتاج للترقي فترة طويلة حتى نصل إلى نترقى في سلم الهرم الوظيفي، إذن سنوات من الضغوط المزمنة. كل ضغوط الإنسان المعاصرة هي ضغوط نفسية مزمنة. للأسف الشديد الضغط النفسي المزمن هو الظاهرة السيئة في حياة الإنسان المعاصر. لم يكن الإنسان في الماضي يعاني من ضغوط، معظم الضغوط التي يواجهها هي ضغوط قصيرة المدى، معظم الضغوط مصدرها البشر، مصدرها العلاقات الاجتماعية، ومصدرها أيضا الجانب الوظيفي، وخصوصا أثرها أكثر على الرجال. في دراسة طولية ظلت سنوات في بريطانيا،
تسمى وايت هول ستادي أو دراسة الوايت هول. الوايت هول هو شارع في لندن، وسميت هذه الدراسة باسم هذا الشارع في لندن. وهذا الشارع يحتوي على الكثير من المؤسسات الحكومية. وبالنسبة للدراسة شملت موظفين في بريطانيا في القطاع الحكومي، وهم يتسلسلون مثل كل وظائف الحكومية على شكل هرم وظيفي من الأعلى إلى الأدنى. السلم الوظيفي هذا يصاحب تذبذب في الاستجابة لضغوط الحياة. اكتشفت الدراسة بأن الناس الذين يعيشون ثلث أعمارهم في الوظائف تتغير سلوكياتهم تبعا للهرم السلطوي في الوظيفة. فإذا كانوا في أدنى هرم السلطة أو الهرم الوظيفي، ضغوطهم الاجتماعية والنفسية والصحية تزداد. وكلما ترقى الإنسان في هرم العمل وأصبح يعني في هرم العمل يحتل المراكز العليا، كلما انخفض معدل الضغط النفسي. وهذه الدراسة وجدت بأن هرم السيطرة أو هرم تسلسل الوظيفي يصاحب أيضا اختلاف في استجابتنا واستجابة الجسم لضغوط الحياة. كلما تدنى الإنسان في الهرم الوظيفي كلما زاد ضغوط الحياة، وكلما راكم الموظفين كمية كبيرة من الدهون حول الوسط. فعرفنا عندما نواجه ضغط نفسي يفرز الكورتيزول، هذا الهرمون قد يفرز بشكل مزمن ويظل معنا لسنوات طويلة. الكورتيزول يسمى ضمن الهرمونات الجلوكوكورتيكويدز، الهرمونات السكرية، وظيفتها أن توفر أكبر كم من السكر في الدم لكي نستخدمه حسب مبدأ الانفعالات للهرب أو الدفاع عن أنفسنا. فعندما لا يكون هناك هرب أو الدفاع عن النفس، تم استبدالها بضغوط نفسية مزمنة، ضغوط عمل على سبيل المثال، الدماغ لا يستطيع أن يعرف الفرق بين ضغوط العمل وضغوط طويلة الأمد والضغوط قصيرة الأمد، وهي من أحيانا. فإذا يستجيب الدماغ للضغوط المزمنة بنفس الطريقة التي يستجيب فيها للضغوط الحادة التي تحدث في ثواني أو دقائق أو أيام معدودة. النتيجة أن بعض الناس يصاب في السكري السبب، وعندما يصاب في السكري يبدأ يشتكي، يقول أنا لا أتناول كميات كبيرة من السكر، ولكن نسأله هل تعاني من الضغط النفسي؟ يقول لك أنا أعاني من الضغط النفسي. لهذا السبب الضغوط النفسية المزمنة تضخ أكبر كم من السكر عن طريق أن الكورتيزول يحرض الجسد لإيداع السكر في الدورة الدموية. يعتقد بأن الشخص هذا يحتاج للهرب أو للدفاع عن نفسه، لا يعرف الجسم. عندما تتراكم الضغوط وتصبح مزمنة يصاب الناس في السكري والأمراض السكرية حتى لو لم يتناول السكر بشكل مفرط أو يبالغ بتناول السكر. الضغوط النفسية في دراسة وايت هول ستادي وجدوا أن يزداد شعورنا بالضغط النفسي كلما تدنينا في سلم الهرم الوظيفي. والتدني في سلم الهرم الوظيفي لا يعني شيء إذا كان الإنسان راضي عن قسمه، يعني إذا كان هناك إنسان فقير ولكن راضي بفقره ويشعر بالراحة ولا يقارن نفسه بالآخرين، ولا يجد أحد من الناس يقوم باستخدام فقرة ضده، يعني يأخذ فقرة ويحاول أن يستخدمه لإهانته أو لإيذائه وهكذا. فإذا كان الإنسان في هذه الظروف، التدني في الهرم الوظيفي لا يؤذي الإنسان، لكن يؤذينا إذا شعرنا بعدم الراحة من وضعنا الاجتماعي أو وضعنا الوظيفي، هذا الذي يؤذينا. وإذا شعرنا باليأس بأن الحياة لا يوجد فيها مهرب، هنا يأتي عامل آخر وهو العامل النفسي لإسداء ضغط إضافي على الجسد، وكمية الكورتيزول ستفرز وينتهي من المطاف إلى ضغوط مزمنة ضارة في الجسم. بعض الضغوط نافعة إذا كانت حادة وتشعر فيها بالأمل، أو ضغوط مسلية. بعض الضغوط مؤذية إذا صاحبها شعور بالأسى أو بالضيق. فإذا قضية الضغوط مختلفة حسب التفسير الدماغي أو تفسير الإنسان لوضعه الاجتماعي. في دراسة الوايت هول
وجدوا بأن كلما ارتفع الإنسان وارتقى في سلم الهرم الوظيفي كلما قلت الضغوط التي يعاني منها وقلت أمراضه كلها، كل الأمراض، وشعر بحسن الحال وقل شعوره بالكآبة والقلق والتوتر. وكلما تدنى في الهرم الوظيفي وجدوا أنه يشعر بالتوتر، يصاحب هذا التوتر زيادة في الوزن وأيضا زيادة في تخزين الدهون الحشوية داخل البطن. عندما نشرت هذه الدراسة أتت عالمة كانت تدرس قرد المكاك اسمها كارول شايبلي. الدكتورة كارول شايبلي سألت سؤال: إذا كان هذا يصدق على البشر، إذا كان البشر عندما يضعهم في ضغوط نفسية مزمنة يراكمون الدهون حول البطن، هل هذا ممكن تكراره على مملكة الحيوان؟ فاختارت مجموعة من قردة المكاك لدراستها، وقامت شايفلي بدراسة الهرم الاجتماعي أو هرم السلطة والاجتماعي عند هذه القردة. القردة بينها هرم سلطة اجتماعي. هناك مثلا على سبيل المثال هناك الألفة ميل أو الألفة الذكر الألفة أو الذكر الأول يتبع الذكر البيتا وأقل وأقل وأقل. وعندما على سبيل المثال جزء من حياتي كنت أدرس القردة، وكنا كطلبة عندما نأخذ الطعام نعطيه للقردة عبارة عن مكسرات أحذفها كنت على القردة، كانت القردة تنتظر الألفة، تنتظر الزعيم أو تنتظر القائد أو تنتظر هذا القرد المسيطر، وتأتي بالتدرج، يأتي هذا الزعيم أو الألفة أو القائد ويلتقط حبات من المكسرات ويترك الباقي للجميع، لا يلتقط كل شيء، ويأتي اللي وراء واللي وراء واللي وراء، وهكذا تسلسل هرمي في الأكل، في اختيار أفضل مكان في القفص، في التزاوج، وهكذا دائما الألفة له الأولوية. وكمية الضغوط التي تقع على الألفة قليلة جدا، بينما كمية الضغوط التي تقع على الأدنى المجموعة هي هائلة جدا، عبارة عن اعتداء مستمر وتهديد وإيذاء من المجموعة بشكل مستمر. فوجدت الدكتورة كارول شايفلي بأن كلما تدنى وضع الإنسان، وضع القرد، قرد المكاك في المجموعة، يعني كان الهرم الاجتماعي لهذا القرد متدني، كلما تدنى في الهرم الاجتماعي كلما زادت السمنة. وعندما استخدمت الأشعة فوجدت أن النتيجة مقاربة ومشابهة لما هو عند البشر، وجدت أن الدهون الحشوية وهي الخطرة حول البطن تتراكم حول الأعضاء وبكميات كبيرة، فوجدت بأن القردة يصابون بالسمنة نتيجة لشعورهم بأنهم بين قوسين غلابة، أو بأنهم لا حيلة لهم وأنهم فاقدين للسيطرة، وبأنهم يتعرضون للضغوط المزمنة. ومعظم الضغوط المزمنة مثل البشر عند القردة تأتي من المجموعة نفسها، من المجموعة الاجتماعية، هي ضغوط اجتماعية وليس ضغوط بيئية. كذلك الإنسان، يعني كمية لا سمح الله الزلازل أو البراكين أو الأمور الخطرة جدا التي تحدث في الحياة هي نادرة وقليلة، معظم ضغوطنا تأتي من الآخرين، نحتاج الآخرين، والآخرين شكلهم كل شيء في حياتنا، لكن ضغوطنا مصدرها اجتماعي. على سبيل المثال يعني قرد البابون هو أكثر القردة درسة بعلم النفس، لأنه يساهم بإزداء الضغوط الاجتماعية على الآخرين، يمضي 9 ساعات في اليوم، يجعل حياة الآخرين تعيسة جدا، ويؤذي هذا ويؤذي ذاك ويؤذي هاك، بينما يمضي فقط باليوم الواحد 3 ساعات باليوم الواحد لتناول الأكل والبحث عن الأكل، لكنه يمضي معظم النهار في إيذاء الآخرين ويجد متعة في إيذاء الآخرين. وجدنا أيضا أن في دماغ البابون مراكز اللذة تعمل وتنشط عندما يعتدي على الآخرين، فهو يشعر بلذة عندما يعتدي على الآخرين، ويحقق سيطرته عن طريق إزداء الألم والأذى اليومي على الآخرين بشكل متكرر. ولهذا عندما يكون في هذه المجموعة الاجتماعية فرد في أقل مرتبة اجتماعية سوف يعاني من الضغوط النفسية. ودرسوا هؤلاء بتمعن
من قبل العلماء، فوجدنا أيضا أنهم يعانون من السمنة وزيادة في ضغط الدم وكل الأمراض التي تحدث نتيجة للضغوط النفسية المزمنة. ما هي النصائح التي ممكن أن نسمعها هذا اليوم لكي نخفض من كمية الدهون حول البطن؟ وهذه النصائح يجب أن تكون مقرونة بدراسات فعلية علمية مثبتة. أول هذه النصائح على سبيل المثال شرب الشاي الأخضر. شرب الشاي الأخضر وجدوا بأن الشاي الأخضر في مادة تسمى EGCG، هذه المادة قام العلماء باستخلاصها، وعندما تم إعطاها لمجموعة من الناس وجدوا بأن خصوصا الدهون حول البطن تزول وتزول تدريجيا بنسب جيدة جدا، وهذا نصيحة من النصائح. من النصائح التي ينصح بها، وهذه النصيحة مدعومة بدراسات، تناول مادة الكيبسايشين أو الكيبسايشين. هذه المادة هي المادة النشطة في الفلفل وفي أنواع الفلفل، وأنواع الفلفل فيها هذه المادة، وتأتي على شكل درجات، كلما زادت حرارة الفلفل كلما زادت تركيز هذه المادة. هذه المادة تلعب دور مهم جدا في خفض الوزن وخفض الالتهاب في الجسم. إن كان جسدك يعني يتقبل تناول الفلفل فأنت إنسان محظوظ، تستطيع أن تتناول هذه المادة. إن كان كعامل وراثي لا تستطيع أن تتناول الفلفل، إذن ابتعد عن الفلفل. نصيحة أخرى لخفض الوزن، تناول كمية معقولة من الألياف. زيادة الألياف خطرة جدا، ولكن أيضا انخفاض كمية الألياف في الأكل أيضا خطرة وسيئة جدا. لابد من الاعتدال تناول الألياف، لأن الألياف زيادتها تؤدي إلى سوء التغذية، ولكن إذا انخفضت تؤدي إلى السمنة وتؤدي إلى أمور ضارة جدا. تناول البروبيوتيك، هذه البكتيريا النافعة، وهناك أنواع من البكتيريا النافعة ثبت علميا بأنها تساعد على خفض الوزن. السبب أنها تخفض من معدل الالتهاب في الجسم، عندما تخفض بنسبة الالتهاب في الجسم تقل السمنة. ولهذا السبب لدى الكثير من العلماء الآن قناعة بأن obesity أو السمنة هي an inflammatory disease، بأن هي ظاهرة من ظواهر الالتهاب في الجسم. من النصائح المهمة جميع البشر يعرفونها هي ممارسة الرياضة. من أكثر الرياضات أمناً ممارسة المشي. هناك رأي يقول بأن ضع في جدولك أن تقوم كل أسبوع بالمشي 25 كيلو متر. 25 كيلو متر ليست كثيرة إن قمت بتوزيعها على 7 أيام، لها فوائد كثيرة وتساهم باعتدال الوزن والتخلص من الدهون حول الوسط. خفض الضغوط النفسية يساهم بخفض الكورتيزول الذي يفرز عند التعرض للضغوط النفسية. يجب أن تكون على وعي إن تعرضت للضغوط النفسية مزمنة. الضغط النفسي يتسلل على الإنسان تدريجيا وتتكيف معه درجة بدرجة حتى تصل إلى أعمق درجات القلق أو الاكتئاب وأنت لا تعلم بأنك في هذه الحالة. لكن يجب أن ترفع معدل الوعي لديك. إذا رأيت أن وضعك يعني تعاني من ضغوط نفسية، حاول أن تقلل من الضغوط النفسية. ممارسة هواية، نشاط أو أي نشاط تحبه، وأصحاب الهوايات غالبا أقل شعور بالضغط النفسي، لأن لديهم وظيفة ضاغطة ولكن في نهاية النهار لديهم هوايات يجدون منها السعادة. إن لم يكن لديك مصدر من مصادر السعادة تلجأ له بعد ضغوط اليوم، فأنت شخص تعاني من التعاسة، لأن التعاسة تنقلها من العمل إلى البيت وبدون هناك متنفس للدماغ أو للجهاز العصبي يجد فيه الراحة وممارسة نشاط يحبه. النشاط الذي تحبه أحيانا نقول بأن هناك ما يسمى بالفلو أو التدفق. التدفق أن تقوم بممارسة شيء تحبه بحيث لا تشعر بوجودك وبوجود الوقت. مارس الرياضة، حاول أن تخفض الضغط النفسي بإعادة تفسير الحياة. الحياة ماضية وقصيرة ولا تستحق الألم والشعور بالألم، هي وضغوطها ذاهبة ونحن في رحلة مؤقتة لا تستحق كل هذا الألم. فإذا أعطينا قيمة لموقف بمقدار القيمة التي نعطيها للموقف هو المقدار الذي يحتم علينا التفاعل مع هذا الموقف.
أغلب الناس يشعرون بالضغوط النفسية لأنه يبالغ بإعطاء قيمة للحياة، للمال، للمنصب، لظروف الحياة، يعطي قيمة ما تستحقها. كل الظروف هي ظروف مؤقتة التي نمر بها وتنجلي وتختفي. إذا أعطينا قيمة أكثر من اللازم فإننا سنعاني وإلى الأبد. وصلنا إلى نهاية الحلقة، نتمنى لكم حياة هنيئة وبارك الله فيكم، مع السلامة.